48 ساعة من الاجتماعات الحاسمة مع اللاعبين لاستئناف الدوري الإنجليزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقلا عن الديلي ميل، تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ليومين خطيرين للغاية من الاجتماعات مع اللاعبين بعد عدد من الرسائل القلقة منهم عبر تطبيق واتساب بخصوص مشروع استئناف مسابقة للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك وفقا لتطبيق نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية. وتعود سلامة اللاعبين واحدة من العوائق الكبيرة التي تقف أمام رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لاستئناف المسابقة مرة أخرى بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19. وستعقد الأندية مكالمة بالفيديو مع لاعبيها خلال 48 ساعة المقبلة، وخلالها ستظهر اللاعبين محاضرة بخصوص البروتوكول المتبع لإتمام الموسم واستطلاع رأيهم. الاجتماع سيمنح اللاعبين فرصة كذلك لنقل مخاوفهم تجاه البروتوكول الخاص باستئناف الموسم. وأشار الصحيفة إلى أن لاعبو الدوري الممتاز أنشأوا مجموعة عبر تطبيق واتساب امتلأ برسائل تعبر عن مخاوفهم الكبيرة تجاه استكمال الموسم الجاري، خاصة وأن الفيروس ما زال يقتل مئات الأشخاص من الناس في المملكة البريطانية بشكل يومي. وأوضحت أنه يوجد إحساس لدى اللاعبين بأنهم يتم استخدامهم كبيادق للحكومة لأنها تسعى لتقديم دفعة معنوية قوية للدولة مطلوبة حاليا. كما يوجد أيضا بعض الإحباط بسبب عدم استشارة الحكومة ورابطة الدوري اللاعبين أو من يمارسون اللعبة كجزء من استئناف النشاط. ويبدأ رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي تحفظه تجاه عودة اللاعب مرة أخرى قبل أن يكون ذلك آمنا. رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت في وقت سابق أن الأندية لم تتوصل إلى حل نهائي لاستئناف الموسم، وأشارت إلى أن هناك اجتماعات ستعقد على مدار الأسبوع الجاري لاستكماله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.